كلمتين على الماشي، ايه اكتر روايح القطط بتكرهها؟ تعالى اعرفكم على اكتر حاجه بتزعج القطط. اول حاجه، في معلومه كتير من الناس ما كانتش تعرفها، ان البن المطحون الريحه بتاعته سامه للقطط، فالبن من الروايح اللي القطط بتكرهها جدا جدا. وكمان الخل، المنظفات اللي هي المنزليه اللي بنمسح بيها، الكلور، الصابون، المواد، الزيوت العطريه، البرفانات اللي احنا بنحطها لو احنا خارجين القطط جنبنا، برضو البرفانات دي مزعجه جدا للقطط. رائحه اللافندر، الفلفل الاسود، التوابل بجميع انواعها، وداخل معاهم طبعا الفلفل الاسود. حتى لما بيجي لي سؤال بيقول القط بتاعي بيعمل بيبي في كل مكان، بتبقى هي النصيحه الاولى اللي يحط خل على فلفل اسود، الاثنين مع بعض بيعملوا خليط كده وبيترش في المكان اللي بيعمل فيه بيبي، فالقط بيمنع بصراحه ان هو يروح المكان ده تاني. كمان الروايح اللي بتزعج القطط، الليتر بوكس بتاعها لو مش متنظف باليومين والتلاتة والفضلات فيه موجودة، الريحة دي بتزعج القطط جدا جدا. طبعا روميو النايم، هنسميه القط النائم يا جماعة علشان هو دايما مدروخ كده وسهتين كده ومساعتن. ها شايفين عامل ازاي؟ اصحى يا جماعة فوق لهم كده، يا عم انت، يا عم انت فوق كده شوية، فوق كده شوية، وريهم كده الجمال والحلاوة دي. ها واعرفهم ان انت على فكره مش غلبان، على فكره ده مش غلبان، ده مجنن طول النهار، ده رايح جاي لعب وتنطيط. صح يا لولو؟ اول ما امسكه بص كده يفضل نايم. بكده النهارده نكون خلصنا، متنسوش تعملوا لايك وشير واكسبلور كتير عشان مملكه القطط تكبر بيكم.